بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن تدبرنا الآيات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، إلى قوله تعالى فإن العزة لله جميعا، نريد الآن أن نتبين ما يظهر لنا من الأحكام في هذه الآيات الكريمة. يؤخذ منها وجوب القيام بالعدل على النفس وعلى الناس من الأقربين والأبعدين، والنهي عن الحيف والجور والمحابات في أمور الشهادة وغيرها. ويؤخذ منها وجوب العدل بالشهادة تحملاً وأداءً، فيتحملها كما سمعها وكما رآها، لا يزيد ولا ينقص، ويؤديها كذلك تحملاً وأداءً. فإن الشهادة أمانة عند العبد، إذا طلبت منه واحتيج إليها فإنه يؤديها كما تحملها وكما يعلمه من الواقع، لا يزيد ولا ينقص في ذلك. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم المحابات في الشهادة بمراعاة الأقارب دون غيرهم، فيشهد للأقارب ولا يشهد لغير الأقارب. إذا كان عنده شهادة بحق من الحقوق فإنه إنما يؤديها إذا كانت للأقارب بزعمه أنه ينفعهم بها، وإذا كانت عنده شهادة لغير الأقارب فإنه لا يشهد لهم، ويرى أن ذلك لا يضيره، وأنه ليس ملزما بأداء الشهادة. ويؤخذ من هذه الآيات أن أداء الشهادة لا يراعى فيه القريب والبعيد والغني والفقير، ولهذا قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا يراعى في الشهادة حالة المشهود له أو عليه، وإنما يراعى في الشهادة أداء الحق والقيام بالعدل والخوف من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ منها النهي عن اتباع الهوى في الشهادة والحكم، فالشاهد يؤدي الشهادة بالعدل، والحاكم وهو القاضي يحكم بالعدل لإيصال الحقوق إلى أهلها، ولهذا قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، واتباع الهوى هلاك. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم تحريف الشهادة أو كتمان الشهادة، وإن تلووا أو تعرضوا. واللي أو اللوي هو تحريف الشهادة بحيث لا تؤدي الغرض المطلوب، والإعراض كتمانها وعدم أدائها، فلا بد أن تؤدى الشهادة على وجهها، ولا بد أن يقصد الشاهد بذلك إيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم، فيكون مأجورا على ذلك. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه مطلع على تصرفات الشهداء في الشهادة
وسيجازيهم على ذلك. ولهذا قال: وإن تلووا أو تعرضوا، يعني في الشهادة، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويؤخذ من هذه الآيات بيان أركان الإيمان ووجوب الإيمان بها جميعا. وأركان الإيمان كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلا بد من الإيمان بها جميعا. فمن جحد واحدا منها فإنه كافر بالجميع. ويؤخذ من هذه الآيات أن الضلال يتفاوت، فمنه ضلال بعيد ومنه ضلال قريب. فضلال المرتد عن الإسلام ضلال بعيد، لأنه عرف الحق ثم تركه، بخلاف الكافر الأصلي إنه قد لا يكون عرف الحق ولا تبين له، فلذلك إثم المرتد أشد من إثم الكافر الأصلي، وإن كانوا كلهم خالدون مخلدون في النار، لكن أهل النار يتفاوتون في عذابهم والعياذ بالله. ولهذا قال: ومن يكفر بالإيمان قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويؤخذ أيضا من هذه الآيات أن المؤمن لا يؤمن أن ينحرف عن إيمانه إلى الكفر، لأن قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أن هذا تحذير من انتقاض الإيمان بالردة والعياذ بالله. فالمؤمن لا يأمن من الفتنة، وخصوصا في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمسلم لا يأمن الانحراف والزيغ، خصوصا مع شدة الفتن ومع الجهل. وفي هذا رد على الذين يقولون: نحن لا خوف علينا، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، ولا حاجة نتعلم التوحيد، ولا حاجة أننا نتعلم أنواع الشرك والكفر والنفاق، لأننا مسلمون وآمنون من هذه الأمور، لا تعلموا أولادكم هذه الأمور. فهذا إما عن جهل وضلال، وإما عن انحراف في العقيدة والعياذ بالله. ويؤخذ من هذه الآيات أن من ارتد ثم تاب قبلت توبته، لأن الله جل وعلا إنما حكم بالخسارة والضلال البعيد لمن لم يتب. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني لم يتوبوا وبقوا على ردتهم حتى ماتوا، هذا زيادة في الكفر، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم يعني عند الموت، فإنها لا تقبل التوبة عند الغرغرة من المرتد وغيره. يؤخذ من هذه الآيات تحذير من تكرار الردة، وأن من تكررت ردته قد لا يوفق للتوبة. فيه خطر تكرار الردة في أنه قد يمنع من التوبة ويزيغ. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
ويؤخذ من هذه الآيات أن من مات على الردة حبطت جميع أعماله، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يؤخذ من هذه الآيات التحذير من الفتن التي قد تصرف الإنسان عن دينه، لا سيما في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في آخر الزمان يفش الجهل وتكثر الفتن ويكثر الانحراف في الناس. فعلى المسلم أن يسأل الله السلامة وأن يسأل الله الثبات دائما وأبدا، وأن لا يغتر بما هو عليه من الدين والإيمان. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.